السلام عليكم مشاهدين، إليكم صدى المؤسسة، أبدأها بالعناوين. البرلمان ينهي تقرير ومناقشة التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء والنائل، يؤكد أن التعديلات لخدمة ذوي الشهداء. مؤسسة الشهداء تقيم حفلا تأبينيا لشهداء مجزرة سبايكر وتوزع منحة البدل النقدي للعوائل المستحقة. الموافقة على شمول خريجي الدراسة الإعدادية من الدور الأول وبمعدل 95 فما فوق للتكريم الخاص لذوي الشهداء. إلى التفصيلات، حضر رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الإله النائل الحفل الاستذكاري الذي أقيم برعاية رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني بمناسبة الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للأيزيديين. السوداني في كلمة له نعى جميع شهداء العراق الأبرياء، وكان النائل وفي بيان له أطلقه قبل أيام شجب الانتهاكات السافرة بحق الأيزيديين، مؤكدا على أهمية الدعم الكامل لحقوقهم. أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 خلال جلسة أمس الأربعاء. رئيس المؤسسة الدكتور النائلي وخلال حضوره الجلسة أكد أن التعديلات تسهم في دفع حقوق ذوي الشهداء إلى التطبيق، كما يسهم التعديل بمعالجة هيكلية المؤسسة. التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء تم تقديمه من قبل مؤسسة الشهداء إلى الحكومة، وبالتالي رفع إلى مجلس الدولة من أجل تدقيقه ودقق، ورجع إلى مجلس الوزراء، وكانت نقاشات مستفيضة في مجلس الوزراء. حضرنا لمرتين، حضرنا في مجلس الوزراء وتم مناقشة تفاصيل القانون، وبالتالي صوت مجلس الوزراء على الإضافات والتعديلات. التعديلات تسهم مساهمة جوهرية في دفع حقوق ذوي الشهداء إلى التطبيق، لأن كثير من هذه الحقوق والامتيازات متعلقة بوزارات أخرى، وبالتالي تم منح مؤسسة الشهداء صلاحية بمتابعة هذه الحقوق والامتيازات. إلى ذلك، أكد الدكتور أن الاستمرار المؤسسة برعاية عوائل الشهداء بجميع شرائحهم. النائل في تصريح صحفي أشار إلى أن التخصيصات المالية للمؤسسة محدودة جدا، لذلك نطالب وزارة المالية بزيادة تلك التخصيصات للإيفاء بالالتزامات تجاه ذوي الشهداء. مؤسسة الشهداء تقدم الحقوق المادية والمعنوية لهذه العوائل ابتداء من الراتب التقاعدي الذي يصرف لعوائل الشهداء من هيئة التقاعد الوطنية، وتروج كافة المعاملات وكافة الأوليات من مؤسسة الشهداء ومديرياتها في المحافظات، وكذلك توزيع منحة البدل النقدي لهذه العوائل لجميع الشرائح. بدل النقدي يوزع بواقع دفعة 10 ملايين دينار لكل عائلة من عوائل الشهداء، شريحة الشهداء البعث وشريحة الشهداء الحشد وكذلك شريحة الشهداء الإرهاب. باعتبار أنه التخصيصات المالية محدودة وقليلة، التجأنا إلى توزيع البدل النقدي على شكل أجزاء. في سياق متصل، أكد مدير قسم الرعاية العلمية في مؤسسة الشهداء حيدر الشريفي أن أهم فقرة في تعديل قانون مؤسسة الشهداء فيما يخص الجانب العلمي هي استثناء ذوي الشهداء لاحتساب الشهادة من كافة الشروط والقوانين الخاصة باحتساب الشهادة للموظفين. حاليا انطرح تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 سنة 2016 لمعالجة بعض الإشكالات الحاصلة للمساواة بين فئات ذوي الشهداء. فيما يخص التعديلات الرئيسية الخاصة بالجانب العلمي، أهم فقرة واللي يعني أصرت المؤسسة على إدراجها والحمد لله تم إدراجها، أنه استثناء ذوي الشهداء لاحتساب الشهادة من كافة الشروط والقوانين الخاصة باحتساب الشهادة للموظفين. هاي الفقرة يعني نقول أنه سندة الطلبة الحاصلين على شهادات في سبيل اعتماد الشهادات الحاصلين عليها في دوائرهم. كذلك بعض الفقرات اللي تخص الدراسات الأولية، نعم، إن شاء الله بعد إقرار القانون يعني تظهر ثمرتها للطلبة. الشريفي وخلال استضافته في برنامج مع ذوي الشهداء أكد أيضا موافقة رئيس مؤسسة الشهداء على شمول خريج الدراسة الإعدادية من الدور الأول من معدل 95 فما فوق بالتكريم الخاص لذوي الشهداء، وسيتم فتح التقديم يوم الأحد القادم ولمدة 10 أيام. حصلت موافقة السيد رئيس مؤسسة الشهداء
على شمول خريجي الدراسة الإعدادية من المتخرجين الدور الأول معدل 95 فما فوق بالتكريم الخاص لذوي الشهداء. إن شاء الله يوم الأحد نفتح التقديم مدة 10 أيام، نرجو من الطلبة ذوي الشهداء اللي مشمولين بهذا التكريم معدل 95 دور أول تمام يراجع أحد فروع المؤسسة أو يراجع قسم الرعاية العلمية لغرض تقديم طلب، يستحصحوا مع وثيقة أو ما يثبت حصوله على الدرجات وهويته الشخصية وشهادة الوفاة للاستشهاد في سبيل إدراجهم ضمن المميزات وتكريمهم كما معمول به سنوياً. الله يبارك. حضر نائب رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ يوسف الرهيف افتتاح معرض الملصقات الدولي تحت عنوان سبايكر جرح عراقي في العاصمة بغداد، وأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع أن هذا الجرح الكبير ينبغي أن لا يطوى بالنسيان لأنه علامة فارقة في تاريخ الأمة. وتم خلال الاحتفال عرض فيلم وثائقي بعنوان كنت هناك يوثق جريمة سبايكر. وفاء لتضحياتكم تحت هذا الشعار وبرعاية رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الإله النائلي، وزعت مؤسسة الشهداء دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية منحة البدل النقدي الخاصة بعوائل شهداء مجزرة سبايكر. استمرارا لرعاية ذوي الشهداء وتحت شعار وفاء لتضحياتكم، وزعت مؤسسة الشهداء دائرة ضحايا شهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية منحة البدل النقدي الخاصة بعوائل شهداء مجزرة سبايكر. مجزرة سبايكر هي واحدة من المآسي العراق. هذه المجزرة لا تخص شريحة معينة، هو مأساة من مأساة العراق، آلاف المأساة على يد البعث المقبور أو على يد الإرهابيين. لكن لمأساة مجزرة سبايكر لها طعم خاص، هم طبقة من الشباب، هم من الواعين، لهم عوائلهم، لكن البعث أراد أن لا يستقر العراق. استقرار العراق مطلوب للعالم، ولذلك مطلوب من كل عوائل الشهداء أن نقف مع الدولة، أن نقف مع دولة رئيس الوزراء، أن نقف مع أمن العراق، مع قواتنا الأمنية البطلة. التنسيق بين مؤسسة الشهداء ومنظمة سبايكر عن طريق لجنة مختصة أدى إلى تسهيل معاملات ذوي ضحايا المجزرة، وقد تم بعد الجهود المبذولة إكمال جميع المعاملات وتوزيع أكثر من 80 صكاً كدفعة أولى لذوي الشهداء لتكريم عوائل ذوي شهداء سبايكر. وحضر الأستاذ أيوب قاسم مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب وحضور منظمة سبايكر، وكان الحضور جيد جدا، وتم توزيع 80 صك على عوائل الشهداء من عوائل سبايكر. المؤسسة الله يحفظها عبد الإله النائلي كمنظمة، احنا منظمة سبايكر طلبنا من عدة استثناء العوائل شهداء سبايكر ما يخليهم على المنصة، ينطيهم البدل النقدي، يسوي لهم خصوصية، يفتح لهم نافذة. فرأسا وجه وسوى لجنة، وكان رئيس اللجنة أستاذ إحسان نعيم محمد، الرجل ما قصر، وحولونا على مدينة شهداء الصدر. الدور الفعال لمؤسسة الشهداء يذكر فيشكر لاستمرارها برعاية ذوي شهداء العراق رغم قلة التخصيصات المالية لتجسد لنا معنى الوفاء لدماء المضحين. تحت شعار بتضحيات الدجال أعدم الطاغية، قامت مؤسسة الشهداء حفلا تأبينيا بمناسبة مرور 24 عاما على حادثة الدجال الأليمة التي ارتكبتها عصابات البعث وطاغيتهم المقبور. مدير مديرية شهداء صلاح الدين سلمان أحمد دعا في كلمة له إلى تضافر كافة جهود المؤسسات لخدمة الشهداء وذويهم. في الختام تم تكريم نخبة من حملة الشهادات العليا من أبناء المدينة بدرع وهدية المؤسسة.
أجرت كوادر دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية برفقة كادر طبي من دائرة الطب العدلي بغداد الكشف الفني الأولي لموقعين في محافظة نينوى، أحدهما في قضاء سنجار حي النصر لضحايا مغدورين على يد عصابات داعش الإرهابية ومجهولي الهوية، والثاني في الموصل مقبرة وادي عقاب الشرعية. الكوادر أكدت أن المقبرتين سيتم إدخالهما في قاعدة بيانات الدائرة لغرض الفتح والتنقيب وتحديد هوية الضحايا. أخيرا بإشراف مدير مديرية شهداء شمال البصرة عباس الحجاج وجهود لجنة الرواتب المتراكمة في المديرية، وزعت مديرية شهداء شمال البصرة الدفعة الأولى من رواتب المتراكم المدني على ذوي الشهداء وسط تعاون وتبسيط الإجراءات. وفي كلمة له قال الحجاج إن المديرية مستمرة بتوزيع بقية الأسماء.